certified COVID-5 assessor and implementer. I am an ITIL expert and to GAV certified up to level 2. 15 سنة experience في implementation بتاعت CMMI development and service. And my practical background covers IT service management, software engineering, and process improvement. هنتكلم النهارده شوية في الأول عن السورسينج والأوتسورسينج والأسباب اللي بتخلينا نلجأ له ومميزاته وعيوبه. هنتكلم على Global Sourcing Standard Overview Life Cycle How to be Accredited. هل في ستاندردز تانية أو فريم وركس تانية بتخدم نفس الأوبجيكتيف المرتبط بالسورسينج؟ إن شاء الله هيبقى في وقت للـ questions and answers. أخيرا في مجموعة من الباز ووردز منتشرة في الـ community بتاعنا، بنتكلم عن السورسينج، جلوبال سورسينج، أوت سورسينج، VPO، KPO، ITO. إيه الفرق ما بين التربرولوجيز دي كلها؟ السورسينج هو الـ process بتاعت finding, evaluating and engaging suppliers. بنتكلم على الـ process من أولها لآخرها. بنتكلم على الـ global sourcing، إحنا بنفوكس على sourcing supplier من geographical locations مختلفة و time zones مختلفة، وده بيتكلم أو بي imply الـ offshoring والـ onshoring والـ nearshoring. في الأوتسورسينج بنتكلم على contractual arrangement، بنتكلم على وجود contract formal agreement مع third party أو مع طرف تاني لفترة من الوقت علشان يبروفايد سيرفيس الباير organization كانت بتعملها بنفسها في الأول. الـ BPO stands for Business Process Outsourcing، وده نوع من أنواع الـ outsourcing for particular business function. يوجوالي بيتعمل to reduce the cost ويوجوالي بيتعمل لل non-core functions. ال KPO stands for Knowledge Process Outsourcing، ده فورم تانية من ال outsourcing بتختص بال knowledge وال information related work، برضو بتبقى outsourced ل different company. أمثلة لل BPO ال call centers، دي أشهر مثال لل BPO. بالنسبة لل KPO عندنا حاجات بتimply تعامل مع knowledge زي الحاجات اللي فيها analytics، زي الحاجات اللي فيها consultancy R&D. أما آخر ترم هنتكلم عليه النهارده هو ال ITO، ال IT outsourcing. هو برضو BPO KPO بس IT enabled. احنا عارفين دلوقتي ان اغلب ال services وال business functions بقت IT enabled، فبيطلق الترم ده لو انا عندي such kind of service. مثال ليها الـ application development، الـ infrastructure management، الـ hosting، الـ telecommunication services. هل احنا مهم اننا ندخل في التفاصيل دي ونعرف الفروقات ما بينها، او موضوع السورسنج ده والـ outsourcing والـ details دي تهمنا في حاجة؟ الحقيقة هي مهمة. لو رجعنا للفترة السابقة الـ IT outsourcing spend، الناس بتصرف قد إيه على الـ outsourcing، هنلاقي إن العملية في ازدياد. قبل 2015 بنتكلم في حوالي 1 بليون. The other side الفوركاست للفترة اللي جاية 2015 up to 2020 ستيل برضه بنتكلم إن العملية في ازدياد، وبنتكلم إن الـ revenues الفوركاست بتاعها مبالغ تستحق اننا نحاول اننا ندخل في القطاع ده وفي البيزنس ده. طيب لو جينا نتكلم على مصر، احنا فين؟ احنا فين من الماركت ده؟ احنا فين من الصناعة دي؟ السنة اللي فاتت الحمد لله اخدنا outsourcing destination of the year 2016 by GSA، بس ده على الريجن. الاورد دي اتعملت على ليفل اوروبا، وايل جلوبالي As per AT currently احنا في الليفل ال 16 او ranked as number 16. والرقم ده الحقيقة المفروض يزعلنا، لان احنا as per 2014 كنا في رقم 10، كنا ranked as رقم 10. معلش سوري اعذروني على صوتي عشان عندي برد. فمعنى كده ان احنا نزلنا 6 مراكز، لازم نحاول اننا
نوفركم الديجريديشن اللي حصل لنا ده، لان الماركت اوبورتيونيتيز فيه كتير الحقيقه. طيب انا كشركه او كممثل الشركه، هل انا عايز ادخل في البيزنس ده؟ الكود بتقول لو في اي حد بيديني اميزنج اوبورتيونيتي بس انا مش عارف هل اقدر اعملها ولا لا، say yes وبعدين learn how to do it later. الاوبجيكتيف من الويبينار بتاعنا النهارده اننا نتكلم على how to do it او how the best practice بتقول it should be done. نفهم ازاي internationally ال successful sourcing بيتم ازاي from buyer and supplier sides. طب نرجع شوية نقول ايه الأسباب اللي بتخلي الناس تعمل outsourcing. احنا اتكلمنا في الأول على reducing the cost controlling the operational costs، مش ده السبب الوحيد، في أسباب تانية. أنا ممكن أبقى محتاج improve the company focus على the core competencies بتاعتي، محتاج يبقى عندي access على exceptional capabilities و skills مش موجودة في الأورجنايزيشن بتاعتي بس ممكن ألاقيها في specialized organization تانية، محتاجة أفضي الـ resources بتاعتي عشان تركز على الـ core functions و core competencies بتاعتي كـ organization، وممكن ميبقاش عندي resources أصلا بتفهم في الـ service أو الـ business function اللي أنا عايز أعملها دي. طيب محتاج كمان أو ممكن أضطر لحاجة زي كده عشان أنا محتاج أعمل restructuring للـ organization بتاعتي وعايز أفوكس على الـ core functionality والـ core function، ما ضيعش وقت في الـ restructuring بتاع الـ core function. ممكن تبقى الـ function اللي أنا محتاج أعمل لها outsourcing دي صعبة أو الـ control عليها مش سهل. أنا محتاج أ reduce الـ cost عشان أوفر capital fund أستخدمه في الـ core competencies بتاعتي. وجود أشخاص experienced و skills وعندهم knowledge بالسيرفيس اللي أنا عايزها، ده بيقلل الريسك بتاع الفيلير وبيقلل الريسك إن أنا آخد costly wrong decisions. هل معنى كده إن أنا لو الحاجات دي كلها عندي أجو فور outsourcing على طول؟ الحقيقة لأ، في بعض الأسئلة اللي لازم أسألها لنفسي كأورجنايزيشن to go for outsourcing ولا لا. For example، هل الاكتيفيتي دي محتاجه assets highly specialized؟ وهل الاسيتس دي هتبقى idle او obsolete لو الاكتيفيتي دي مش هتتعمل anymore؟ لو دي الكيس then go for outsourcing. How frequently the activity perform within a business cycle؟ هل هي infrequent او sporadic؟ لو كده outsource. هل الاكتيفيتي دي كومبلكس ولا سيمبل وروتين؟ هل هي ستيبل اوفر تايم بتغييرات طفيفه يعني ومش كور؟ في الحاله دي اوت سورس. اون ذا اذر سايد بقى، هل هي هارد تو ميجر الجود بيرفورمانس بتاعها؟ لو دي الكيس لا اتس ريسكي دونت اوت سورس. طب هل هي تايتلي كابلد مع اكتيفيتيز او اسيتس ثانيه في البيزنس بتاعي وفصلهم ممكن يعلي الريسك أو increase the complexity؟ في الحالة دي لا don't outsource. طب بيه ال outsource زي ما في benefits في برضو بعض الريسكات اللي ممكن تأثر على ال performance بتاعي أو تأثر على قراري آخد ال direction بتاع ال outsource ولا لا. For example بعض ال IT functions مش سهل إنها تبقى outsource. ممكن الـ control over الـ business function ده أفقده لو أنا اعتمدت totally على الـ provider أو الـ supplier وعملتش proper monitoring و involvement، ممكن أ lose الـ control. ممكن الـ morale بتاعت الـ employees تتأثر نتيجة الـ outsourcing ده، لأن أنا ممكن أ lay off بعض الـ employees فالباقيين يبقوا متضررين من القرار. ممكن ألاقي نفسي locked in مع certain supplier لو السبلاير ده مش بيلوج الشغل بتاعه على النتورك بتاعتي. لو انا اشتريت بروبريتري سوفت وير خاص بسبلاير معين ممكن الاقي نفسي مرتبط بيه ومش عارف اخرج من الارنجمنت دي. ممكن يحصل possible loss of quality لو انا مركز قوي على الكوست ريدكشن،
لو انا ما نجحتش في اختيار البروبر سبلاير ده ممكن يؤدي لloss of quality. طيب in general عايزين نتكلم شوية على الجلوبال سورسنج ستاندرد اوفر فيو. الجلوبال سورسنج ستاندرد اوفر فيو دي كرييتد باي جي اس اي. جي اس اي دي كانت previously known as National Outsourcing Association أو NOAA زي ما بتتقال. قصتها بدأت من سنة 87 في بريطانيا. كان البريتش رير السك الحديد البريطانية عايزة تمسك التليكوميونيكيشن كابابيلتيز بتاعتها ببريتش تيليكوم، وكانوا عايزين حد أوبجيكتيف يطمنهم إن الأبروتش ده هيشتغل. في النهاية قصة الأوت سورسنج دي ما مشيتش لأن السكك الحديد دي حصل لها خصخصة، بس ريبريزنتيف من بريتش تيليكوم وبريتش ريل وغيرهم بدأوا يتجمعوا مع بعض وعملوا زي فورم وبدأوا يعملوا ريجولار ميتنج تو شير الاكسبيرينس والنوتس بتاعتهم الخاصة بفكرة السورسنج، ودي كانت البداية. في 2016 هو عملت ريبراندنج لنفسها باسم Global Sourcing Association اللي هي GSA علشان ترفلكت الـ International Reach للجروب وتقدر ترسبوند للـ Request من الـ Foreign Destinations. عملوا الـ Global Sourcing Standard The Non-Prospective Model Designed for Sourcing Practitioners علشان يطمنوا ويحسنوا الـ Approaches بتاعتهم في السورسنج، بيغطي الـ Outsourcing Buyers و Suppliers. في references للـ Special Requirement بتاعت الـ Public Sector. انتوا عارفين ان الـ Public Sector في أي حتة بيبقى عليه kind of regulations و legislations، حاجات لازم يـ to comply with. الـ Standard بنتكلم عن الموضوع ده برضو بالتفصيل. الفوكس بتاعها مش بس على outsourcing. For example لو أنا عايز أرجع outsourced service أرجعها in-house تاني، برضو الكلام ده covered في الستاندرد بتاعتي. Global Sourcing Standard بتأدبت four core principles. بنتكلم على implementing integration, integrated approach وفوكس على relationship والalignment والgovernance. احنا عارفين ان sourcing practice complex long term، فلو انا عندي disjointed approach ده ممكن يؤدي lack of clarity, focus, effectiveness. الـ practice بت imply structured life cycle وبت focus على الـ effective leadership. ده هيديني integrated approach هيأدي لي successful sourcing practice. احنا عارفين ان relationships دي هي الـ backbone بتاع أي strong business، وبالتالي الـ standard بت focus جامد على establishing ونورشرنج ريليشن شيبس ويسر على الباير او السبلاير سايد. احنا هنا بنتكلم على تعاون ما بين تو بارتيز، فالالاينمنت ماست بي انشورد. لازم يبقى عندي الجولز والاوبجيكتيفز الاين، بالرغم ان كل طرف ليه اون اجنده، بس لازم البيزك جولز وبرنسبلز المفروض على الاقل ما يبقوش ان كونفليكت. الجفرنس، وده هنتكلم عليه كتير في كل الفيزز بتاعت اللايف سايكل، مسؤول ان هو يستبلش البوليسز ويعمل والدايركشنز ويعمل كونتينوس مونيتورنج ان البروجريس ماشي از بير الدايركشن سيت من الاول. الستاندرد كمان بتديني مجموعه من البراكتيكال جايدنس، الحاجات اللي انا اشوت كونسيدر وايل ايم امبلمنتنج علشان اضمن سكسسفول اوتبوت. For example بنتكلم على Senior Management Accountability. لازم الـ Organization ما تعملش Delegation It's Fundamental Accountability. الـ Outsourcing مش معناه أبدا إن الـ Services ما بقتش Integral Part من الـ Organization بتاعتي، والـ Organization اللي بتاخد الـ Direction ده للأسف بتعاني من الـ Consequences. لازم يبقى عندي for oversight and control، لازم يبقى عندي the skills and competences for the continuous and ongoing monitoring the services اللي انا هعملها outsourced.
لازم اطبق دايما الاوتسورسنج او السورسنج بروجكت بتاعي بيحقق الريكويرمنت اللي انا عايزها، فبالتالي لازم اعمل انيشيال اند اون جوينج ديو ديليجنس. مش لازم او غلط ان انا اكتفي ان انا في الاول عملت ار اف بي وتاكدت ان السبلاير ده فعلا بيحقق او يقدر يحقق الريكويرمنتس بتاعتي. لا، انا لازم بيريودكالي اعمل الديو ديليجنس ده عشان اطمن ان انا اون تراك. مونيتورنج باي سوبرفايزنج اوثوريتيز، لازم انشور ان السورسنج بروجكت بتاعي ما يمنعش اي جهه رقابيه انها تعمل الاودتس بتاعتها او تتشيك الكومبلاينس بتاعي. سبيشالي للجهات الحكوميه مهم قوي ان السورسنج بروجكت ده ما ياثرش على الابيليتي بتاعت السوبرفايزري اوثوريتي انها تمونيتور الكومبلاينس بتاعها. الموضوع ده بيبقى ايشو، بيبان قوي لو انا عندي اوف شورنج، اعمل اوف شورنج فالسبلاير بتاعي بعيد الاكسس عليه ممكن يبقى فيه مشاكل، او انا عندي نستد او سيريال اوت سورسنج ده برضو بيصعب قصه المونيتورنج، فايت شود بي كيرفلي مانجد. اكسيت استراتيجي اند بزنس كونتينيوتي بلان لازم اديها برضو اهميتها علشان اطمن انها مش هتعمل لي مشاكل على ليفل الاوبريشن او على ليفل الليجل. السورسنج ارانجمنت بتاعتي لازم تبقى فلكسبل، بمعنى ان ممكن اقدر اعدل فيها واغير من غير ما يبقى لها تاثير سيجنيفيكنت على الكوست بتاع السيرفيس ديليفري، ات ليست التشينجز المرتبطه بالريجوليشنز والليجيسليشن. طبعا ان انا بطلع الشغل بتاعي السبلاير مختلف، ده ممكن زي ما ممكن يريديوس ريسك ممكن يانتروديوس ريسك جديده او يعلي البروبابيلتي او الامباكت بتاعت ريسك تاني. فالريسك مانجمنت اكسرسايزز لازم تتعمل بيريودكلي. بالنسبه للديتا بروتكشن، اي كوميونيكيشن ما بين تو بارتيز بالعاده هيبقى فيها نولج ترانسفير، داتا ترانسفير. لازم الارنجمنت بتاعتي تبروتكت الاورجنايزيشن نون بابليك وكونفيدنشال انفورميشن. لازم تبروتكت السكيورتي والبرايفسي بتاعت الكاستمرز والبارتنرز. لازم تكومبلاي مع الداتا بروتكشن ريجوليشنز. سوري. فاينالي الكونتراكشوال ارنجمنتس، اي سورسنج اجريمنت المفروض سبجكت ل فورمال وكومبريهنسيف كونتراكت. نخلي بالنا قوي لو انا عندي لونج لاستنج اجريمنت بقالها سنين، ساعات الناس بتنفذ وتنسى الكونتراكشوال بيز بتاعها، فلازم الكونتراكت دي تبقى ريفيزيتد بيريودكلي عشان اطمن ان هي ماشيه مع الابديتس والتشينجز اللي عندي. احنا قلنا ان الستاندرد بتأدابت فكر اللايف سايكل، بتبدأ من الانيشال استراتيجيك ديسكشن في الاستراتيجيك ليدرشيب فيز لغاية نهاية السورسنج ارينجمنت. السورسنج بروجكت ما هياش لينير، يعني الخطوات بتاعتها ممكن تخليني احتاج ارجع لمرحلة سابقة انيفيزيت قرار سابق اعدل علشان اريسبوند للتشينجز. علشان كده هنلاقي في الرسمه بتاعت اللايف سايكل هنلاقي فيدباك لوبس خارجه ما بين اللايف سايكل فيزز وبعضها. زي ما قلنا قبل كده الستاندرد بتكفر بوث الباير والسبلاير اكتيفيتيز. طيب هنبدأ بقى نتكلم عن اللايف سايكل بتاعتنا بالتفصيل، وهنمسك ستيج كل فيز نشرح الستيجز اللي جوه. اللايف سايكل بتاعتي بتتكون من أربع فيزز: استراتيجيك ليدرشيب، ودي الهاب، دي اللي في النص يعني دي اللي انيشيالي بتنستيجيت، دي اللي بتنشيت الفكرة. وبعد كده عندي ريليشن شيب انجيجمنت فيز، ودي الخاصة بالسبلاير سيلكشن وفورماليزنج الاجريمنت. ترانزيشن اند تشينج، انا بقى هنا بمارس المرحلة الانتقالية اللي السبلاير بيبدأ يديفلوب فيها السولوشن وما بانش كل التشينجز اللي موجودة عندي كباير.
لغاية ما الحاجة تبقى ready for operation. بجو فور اللاست فيز اللي هي relationship at service management phase. طيب ال strategic leadership phase مش بس بتنشيات الفكرة أو بتنستجيات الانشيتيفز، لا ده هي continuing process بتدرايف وتدايركت الانشيتيف من جميع الأطراف عشان تضمن إنه هيمشي صح وهيحقق الأوتكمز من الأول للآخر. ما هياش بس بتتعمل من ناحية الباير، لا السبلاير عندي برضه بيحتاج ياخد استراتيجيك ديسيجنز، at least هل يخش انتو البيت دي ولا لا، هل يكمل ولا ما يكملش. الفيدباك لوبس اللي موجودة عندي، هذه فيدباك لوبس خارجة من الاستراتيجيك ليدر شيب فيز، دي معناها ان السينيور مانجر بيدايركت البروجرس بتاع الفيزز التانية. الأسهم اللي خارجة من الفيزز داخلة على الاستراتيجيك ليدرشيب بتindicate إن عندي أو بستلم بريسيف inputs progress reports formal update من كل الفيزز الأخرى. فكرة الستاندرد إن كل فيز عندي فيها مجموعة من الستيجز اللي بنفذها علشان الفيز دي تمشي صح. مثلا في الاستراتيجيك ليدر شيب ستيج، اول حاجه بنبدا او اول ستيب بنعملها بنستابلش السورس ليدر شيب تيم او زي ما بنسميه اس ال تي. التيم ده لازم يبقى سبونسر باي اكزيكتيف بورد ليفل، لان الديسيجنز دي كريتيكال ومحتاجه سبورت فور اكزيكيوشن. نكست ستيج از تو ابوينت كي يوزرز، ببدا أو كي رولز أبدأ أحدد مين الناس اللي هتشتغل معايا في القصة دي. الـ resources دي بتكفر different areas، ناس من الـ procurement، ناس من الـ legal، ناس من الـ finance، من الـ operation، risk and compliance وغيرهم. stage 1.3 establish governance model عشان أ drive و direct الـ project throughout the life cycle. لو انا بتكلم في اي تي اوت سورسنج، اي كان ريفير تو كوبت. كوبت ده بزنس فريم ورك فور اي تي سيرفيس governance، هيفيدني كتير قوي ان انا استابليش الجفرنس فريم ورك والموديل وهاو تو اكسكيوت. النكست ستيج ببدا استابليش Establish drivers, outcomes, constraints. دي بتتعمل على high level. مينلي ببدأ collect فيها ال stakeholder needs و expectation. High level measures of success. لو أنا عندي high level regulatory requirement ببدأ أدفاين الحاجات دي كلها. طيب، then agree communication strategy. Communication أساسية. لازم أبدأ أبين أنا إزاي هكوميونيكيت مع ال internal و external stakeholders. طيب step 1.6 بعد فهم الحاجات دي ببدأ confirm sourcing scope. السكوب بتاع السورسنج ده هيبقى ايه؟ for example هل على level department ولا business process ولا technology stack ولا specific organization function زي مثلا facilities management. ببدأ confirm السكوب. ال area or scope ببدأ review ال current state بتاعتها. ببقى عايز ابيز لاين ابنش مارك اشوف انا فين دلوقتي عشان بعد كده اباشر البنفيتس اجينست. طيب بعدين ببدا اساس الاورجنايزيشنال امباكت اوف سورس، تاثير سورس البروجكت ده هيبقى ايه على الاورجنايزيشن بتاعتي سواء باير او سبلاير. ببدا ايدنتيفاي الامباكت بتاع الاكسترنال فاكتورز. عادة الناس لما بتيجي تنفذ الستاب أو الستيج دي بترفير لحاجة اسمها بسلم تابلت. بسلم تابلت دي بتكفر البوليتيكال فاكتورز، الايكونوميك، السوشيال، التكنولوجي، الليجال، الانفيرمنتال، الماركت ريليتد فاكتورز. كذلك I should identify regulatory and compliance requirements. الحاجة اللي outsource project
احتاج ادرس. اقدر تيك ريسك اسسمنت، اعرف ايه الريسكس بتاعتي وايه الميتيجيشن اكشنز اللي انا هعملها. بعدين ايفاليويت وريفيو السورسنج اوبشنز، ايه البوتنشال سورسنج اوبشنز. هل انا I will go for in sourcing, co sourcing, outsourcing, multi sourcing. بعدين بنبدأ نأسس ال exiting وال change plan for exiting suppliers. أنا عندي current suppliers زي ما هما بيسموهم incumbent suppliers، ال contracts بتاعتهم هتتأثر سواء كانت هتبقى terminated، داون سكوب، ري سكوب، بيست على السورسنج بروجكت. ببدأ أقيم القصة دي. بعد كده كل شوية الأمور بتوضح عندي، بقدر أدخل في ديتيلز أكتر. بديفلوب الديزايرد أوتكم وبرفورمانس تارجتس. هنا بقى بحط ميجرابل تارجتس، يعني فور إكزامبل في الفاينانشال بقول ريديوسينج أوبريشنال كوست باي إكس بيرسنت، في الأوبريشن إمبروف سيرفيس كي بي أيز باي إكس بيرسنت، في الاستراتيجي increase the sales by X percent. فهبدأ identify كل ال outcomes و performance improvement اللي أنا عايزها. كل الكلام ده بيحصل له consolidation وبيبقى document في حاجة بنسميها sourcing roadmap. sourcing roadmap document دي الأساس اللي على أساسها بكون common understanding through the life cycle بتاعي. based على ال document دي الاستراتيجيك ليدرشيب تيم بيبدأ يكريت البيزنس كيس علشان ياخد الديسيجن، ويأبروف البيزنس كيس من البورد أو إيكويفالنت. وكده أنا بتبقى الحاجة ريدي إن أنا أكون فور النكست فيز اللي هي ريليشن شيب إنجيجمنت فيز. طيب إحنا قلنا أنا كده عملت إنيشيشن للسورسنج بروجكت. إحنا قلنا إن الفيز دي مش بس بتنشيت، لا هي فيها continuous review direction. دي الستيج الأخرانية review direct drive strategy throughout life cycle، ودي recurring task تحصل periodic لغاية نهاية الموضوع، وهنشوف ازاي. الفيز التانية اللي هنتكلم عليها relationship engagement phase، ودي بتفوكس على الاكتيفيتيز تو فورماليز العلاقة ما بين الباير والسبلاير، ويوجوالي بتتسمع وبيطلق عليها vendor supply selection process. اللي بيبدأها هو الباير، بس السبلاير برضو في المراحل المختلفة يقدر يقرر إذا كان يكمل ولا لأ. تسمية الفيز relationship engagement، كلمة engagement دي to encourage collaborative culture ما بين كل الأطراف. طيب إيه المراحل اللي بتتم في مرحلة relationship engagement؟ أول stage to plan relationship engagement model. بنبدأ نحط الفريم ورك اللي هنشتغل عليه based على ال artifacts أو deliverables اللي أنا استلمتها من ال strategic leadership team. طب ال SLT دول بيسلموني إيه؟ بيسلموني roadmap document، بيسلموني business case، بيسلموني مثلا risk assessment، بيسلموني governance framework اللي هشتغل عليه. ببدأ بيست على الانبوتس دي اعمل بلان للفيز. طيب تاني ستيب ابدا اجهز التيم، الناس اللي هتشتغل. التيم بيتسمى في الباير سايد ريليشن شيب انجيجمنت تيم، وفي السبلاير سايد بيتسمى بيت تيم. التو تيمز دول بيبقوا مسؤولين تو مانج ريليشن شيب انجيجمنت فيز. كريت سورسنج بروجكت بلان، ببدأ أختار الـ most appropriate procurement process و create الـ plan to manage supplier evaluation. وهنا بقى ببدأ أقرر هل أنا مثلا هشتغل مناقصة عن مناقصة محدودة ممارسة، باخد على أساس الـ process المناسبة وببدأ أعمل plan الخطوات هتمشي ازاي. الـ stage اللي بعد كده ببدأ أجهز الـ documents بتاعة الـ procurement process زي ال RFI وال RFP، الحاجات اللي هستخدمها في ال stages المختلفة عندي. ال step اللي بعد كده ببدأ identify ال potential suppliers. مين ال potential suppliers اللي أنا هبدأ أبعت لهم؟
بوتنشال سبلايرز دول بيبقوا ايدنتيفايد باكتر من طريقه. ممكن يبقى انا عندي سجل موردين سبلاير ليست، ممكن يبقى عندي سابقة اعمال للسبلايرز اقدر احدد بيها، ممكن يبقى عندي ماركت ستادي او ماركت اناليسز اشوف فيها مين السبلايرز اللي بيقدموا الحاجه اللي انا عايزها، وابدا ابعت لهم ريكويست فور انفورميشن اللي هو البوتنشال سبلايرز. الريكويست فور انفورميشن دي دوكيمنت، يعني سيمبلي نقدر نقول ان هي بتنكلود انفورميشن عن الباير اورجنايزيشن والبيزنس بتاعهم والريكويرمنتس بتاعتهم، وبتبدا تطلب انفورميشن من البوتنشال سبلاير ريجاردنج الريكويرمنتس بتاعتهم. السبلاير بيبدأوا يرسبوندوا للـ RFI والباير بيعمل لها evaluation، وعلى الأساس ده بيختار الشورت ليست سبلاير. لما بنوصل لمرحلة الشورت ليست سبلاير بيحصل فورمال أبديت للـ SLT، بنقول لهم دي الشورت ليست بتاعتنا، ده البروجرس بتاعنا، لو في أي ايشوز أو أي مشاكل عشان لو ممكن يساعدونا في الريزولوشن. كل السبلايرز اللي عملوا ريسبوند على ال RFI المفروض ان انا كباير اديهم فيدباك على الريسبونس بتاعهم. الشورت ليست سبلاير ببدا اجو معاهم للنكست ستيج، ابعت لهم ال RFP بيبداوا يشتغلوا عليها ويعملوا ديفلوبمنت سولوشن. في المرحله دي بالعاده وهما شغالين بيبقى عندهم استفسارات او اسئله عن ال RFP، حاجات محتاجة توضيح. فببدأ أنا كباير أعمل provision clarification لأي أسئلة تتم على الـ RFP، زي ما احنا بنسميها جلسة استفسارات، يا إما بتتعمل في خلال الميتنج بس، يا إما بيبقى في ويب سايت مثلا بتتحط عليه الأسئلة والباير بيرسبوند وبيبقى accessible من كل الـ shortlist suppliers. الباير بيبدا يريسيف ايفالويت الريسبونسز طبعا بيست على الكرايتيريا اللي هو حاططها، وبيبدا ايفالويت السبلاير ويختار بيد اللي هو شايفه بريفيرد بيد. هو شايف ان ده ايفالويشن بتاع الار اف بي ريسبونس ده بيطلع لي ان ده احسن سبلاير اتعاقد معاه، وبيبدا يريبورت الكلام ده للسلتين استراتيجيك ليدرشيب تيم. انا وصلت لكده، ده البريفيرد بيدر، لو في اي مشاكل ساعدوني في حلها. بيست بقى على الدسكشن مع الاستراتيجيك ليدرشيب تيم بيبدا يسلكت ويأكسبت البريفيرد بيدر. انا كده وصلت ان هو ده الشخص اللي خلاص هتعاقد معاه، ببدا ابعت له نوتيفيكيشن ان هو ذا بريفيرد بيدر اللي من حقه يأكسبت او يديكلاين. بقيه الناس اللي ريسبوندد للـ RFP وما توفقتش انها تبقى preferred bidder، المفروض ان انا برضو ارد عليهم وافوكس على الـ opportunities for improvement، lessons learned، الـ weaknesses اللي انا شفتها في الـ proposal بتاعهم كانت ايه. طيب بعد ما وصلت لـ preferred bidder وافق، انا بعمل معاه further due diligence ستيج عشان اتاكد انه فعلا هيحقق كل الريكويرمنتس بتاعتي، وعلى الاساس ده ببدا انيجوشيت الكونتراكت والسكادجول، انيجوشيت مع الترانزيشن والاكزيت بلانز الدنيا هتمشي ازاي، وابديت الاس ال تي فورمالي بالكونكلوجن والكونتراكت نيجوشيشن، واستابلش الكونتراكت مع السبلاير اللي انا اتفقت معاه. اخر ستيج هنلاقيها في اغلب الفيزز هي فيز ريفيو، دي بنكولكت فيها lessons learned، بتبقى عادة ميتنج ما بين الستيك هولدرز البارتيسيبيتنج في الفيز دي، بيشيروا الاكسبيرينس ويعملوا ريكوردنج lessons learned علشان يستفيدوا بيها في المشاريع اللي هتيجي بعد كده. احنا كده اتكلمنا عن المرحلة الأولانية بتاعت الاستراتيجيك ليدرشيب، وان ازاي احنا بدأنا وعملنا انيشيشن للموضوع، وبعدين اتكلمنا على الريليشن شيب انجيجمنت
وازاي انا اخترت السبلاير بتاعي وعملت معاه كونتراكت وتأكدت ان هو فعلا بيحقق الريكويرمنت اللي انا عايزها. هنا بقى بنبدأ المرحلة الانتقالية اللي السبلاير بيبدأ يديفلوب فيها السولوشن وينفذ التشينجز، انا كباير وهو كسبلاير نفذ التشينجز اللي هتحقق الاوتكمز بتاعة الارنجمنت دي، وتست الكلام ده واتاكد ان هو صحيح وهيحقق فعلا. كأني هنا انا اسف، فأنا هنا ببقى كأني في مرحلة change management. سريعة كده ببقى كأني في مرحلة change management، في مرحلة testing عشان اطمن ان الحاجة لما هتكون في الاوبريشن هتبقى ماشية كويس. اتثبت كده لان السيرفيس بتموف من one party to another، عشان كده بنسميها transition، والترانزيشن دي بت require changes to be implemented. السبلايرز الماتيور usually بيبقى عندهم effective و efficient transition planning process وناس skilled و capable ان هي تنفذها. طبيعي ان الكومبلكسيتي بتاعه الترانزيشن بروجكتس تختلف باختلاف الكومبلكسيتي بتاعه السيرفيس، باختلاف الكومبلكسيتي بتاعه الارينجمنت، هل هو سنجل ولا مالتيبل سبلايرز، باختلاف الكريتيكاليتي بتاعه البيزنس فانكشن اللي انا عامل لها السورسنج بروجكت ده. ايا كان طبيعه الترانزيشن بروسيس بتاعتي او الكومبلكسيتي بتاعه البروجكت، changes must be managed effectively. Changes to process, to IT platform, to policies, to service, to culture، كل الحاجات دي لازم تبقى managed carefully. الفيز دي أول stage فيها بيحصل فيها hand over من relationship engagement team، بيبدأوا يسلموا ال contract، sourcing contract لل transition managers. Transition managers من ال buyer وال supplier دول بيبقوا identified في نهاية relationship engagement phase. Managers will be identified early, بس ال team will be identified within the phase، ودي ال next stage. بنبدأ ن build ال transition وال change team في ال buyer و supplier side، ونبدأ ن identify roles و responsibilities. الحقيقة ال standard بتوفر لي proposed roles و responsibilities للمرحلة دي. ببدأ أكريت الـ Detailed Transition and Change Plan بتكفر كل الـ Aspect ما بين الـ Buyer، ما بين الـ Incoming Supplier، الـ New Supplier اللي هيقدم لي Service، الـ Exiting Supplier اللي هو كان Current وأنا هترانسفير السيرفيس منه هشيلها منه. فالـ Plan should cover الـ Aspects بتاعت التلاتة Parties دول. Again هنتكلم على Implemented framework، governance framework مع ال strategic leadership team. وال governance framework ده بيتعامل على ثلاثة levels، بعمل governance على level ال buyer لوحده، على level ال buyer مع ال incoming supplier، على level ال buyer، ال buyer مع ال incoming supplier مع ال exiting supplier. communication is crucial، وقلنا اللي هي الاستراتيجي بتاعتها بتتعرف بدري من اول الاستراتيجيك ليدرشيب فيز. هنا بنبدا ننفذ، هنا بنبدا نimplement ستيك هولدر كوميونيكيشن بلان سواء انترنال او اكسترنال ستيك هولدرز. بعد الستيب دي بدي ابديت الاس ال تي على البروجرس بتاعي فور جايدنس، ولو في اي ايشوز فور ريزولوشن. ستيجز من 3.7 up to 3.18 دي بنسميها transition work streams، دي ممكن تتنفذ in parallel أو in sequence على حسب ال requirements بتاعتي. أول stage بتتكلم على change management work stream،
تبارش كل الحاجات المرتبطة بالتشينجز، زي مثلا لو أنا عندي ري انجينيرنج لبزنس بروسيس، لو أنا عندي ري ديبلويمنت للستاف، لو أنا الباير هيروح لنيو ماركت أو هاي ديفلوب نيو سيرفيس أو برودكت، كل الحاجات دي بتبقى مانجد في الستيج دي. زي we have two stages to manage the incoming supplier transition و the exiting supplier transition. Stage 3.10 بتتكلم على transfer أو redeployment للpeople، وهتلاقينا هنا بنمنشن التيوب. التيوب دي هي في الأول stands for transfer of undertakings، protection of employment، ودي regulation معمولة تحفظ حقوق الموظفين في حالة إن البيزنس ترانسفير من employer لإمبلوير. فذكرها في الستيج ده to highlight إن على أي ترانسفير أو redeployment للبيبل لازم يحفظ حقوقهم. الستيب اللي بعد كده بنتكلم على الـ operations work stream، وده طبعا key work stream. For example بيحصل فيه documentation للـ operational processes، بيحصل فيه detailed definition للـ SLA والـ KPIs documentation بتاعتهم for operation. في مرحلة الـ transition مهمة قوي الـ knowledge transfer والـ training work streams ما بين الـ buyer والـ coming supplier. يعني لازم يبقى في transparency ما بين الأطراف وتأكد إن هي effective. ما بين الـ incoming supplier والـ exiting supplier ممكن يبقى الـ incoming supplier محتاج knowledge عشان يقدر يشتغل من الـ exiting supplier، لو ما توفرتش هتأثر على نجاح المشروع. Service Management and Integration Framework طبعا ما بين الـ buyer والـ supplier، ودي بتتم gradually وبيحصل لها continuous improvement over time. Step أو الستيج اللي بعد كده بنتكلم على الـ IT Work Stream. إحنا قلنا إن أغلب الـ Sourcing Project فيها IT Elements، إن ما كانتش وده اللي يهمنا أكتر totally IT Outsourced Project. فأنا ببدأ أشوف قصة IT Related Activities، Platform Related Activities. الـ Next Stage ببقى عايز أطمن على الـ Security، على الـ Risk، على الـ Compliance، regulatory requirements اللي انا بعرفها قبل كده هل هي فعلا هتمشي كويس ولا لا. business continuity and disaster recovery work stream لازم ابقى عارف لو حصل ان supplier for example حصل له financial difficulty او infrastructure failure business بتاعي هيتأثر ازاي. business continuity management لو الباير قرر فجأة ان هو يخرج من الكونتراكت ده بسبب اي استراتيجيك تشينج عنده، طب البيزنس كونتينيوتي هتتم ازاي؟ بنبدأ نعرف الستريم اللي بعد كده بنتكلم فيه عن الفاينانس والكونتراكت ورك ستريم. ده بنتفق فيه على البروسيس اوف سبمشن البيلز والبايمنت والانفويس، الـ collection بتاعها بيمشي ازاي، بنتفق ازاي هنمارس الـ changes للـ contract، كل ده بيتم في الـ stage دي. لو في عندي أي activity مش mention في الحاجات اللي اتكلمنا عليها دي أقدر أفتح لها work stream لوحده. second formal update بيتم بعد كده نتيجة الـ effort بتاع الـ work streams، بريبورت للـ SLT الوضع عندي ايه، وبقول له انا خلاص جاهز ان انا اعمل الاكسبتنس تيست. الاكسبتنس تيست بيتعمل با السبجكت ماتر اكسبرتس في الباير اورجانيزيشن وفي السبلاير اورجانيزيشن بيعملوه كولابوريتيف. بيتستوا اليوزر ريكوايرمنت والاوبريشنال ريكوايرمنت، وممكن قوي يبقى في بارالل ران مع لو انا عندي اكسيتنج سبلاير. Finally, I provide update lead in SLT for go or go. دي يا جماعة نتيجة التست بتاعي نكمل ولا ما نكملش. If we decided to go, ده بيبقى كأنه الـ exit criteria بتاع الـ transition and change stage.
supplier becoming supplier formally assume responsibility of service delivery. خلاص ال supplier is responsible for service delivery. وبرضه بيحصل عندي phase review to collect lessons learned. آخر stage بنتكلم على relationship و service management، ودي بتفوكس على المانجمنت بتاع السيرفيس once it is established، وممكن تستمر لفترات طويلة. و this is when ال value أو ال benefit بتاعة ال arrangement are realized. دي الحتة اللي البار بيبدأ يحس فيها فعلا بال value بال return بتاع source project. أنا هنتكلم هنا على كلمة relationship and service management عشان هايلايت إن أنا مش بس ببانش إن السيرفيس ماشية كويس، لأ ده أنا ببانش إن relationship ما بيني وما بين السبلاير ماشية كويس، لأن ده برضه هينشور السكسس. في بعض الـ competences والـ skills أساسية في المرحلة دي زي effective communication, facilitation, issue management, data analysis, contract management, performance monitoring وغيره. ايه المراحل اللي بتتم في مرحلة في الفيز بتاعة relationship and service management؟ ببدأ بان انا confirm و implement governance model اللي ماشي معايا من الاول، وبعدين زي كل الفيز ببدأ اشوف التيمز. التيمز من ناحية الباير بنسميها supplier relationship management team، ومن ناحية السبلاير بنسميها service delivery team. و I have to define clear roles and responsibilities for both. Then I should establish and ensure appropriate work environment. For example, from security perspective for people and property. Well-being بتاعة الناس اللي شغالة. Next stage is to implement service integration and management layer. لو أنا بتعامل مع multiple suppliers أو أكتر من service function within the bar organization، ببدأ أintegrate ما بين الحاجات دي وبعضها وأتأكد إن هي effective. Then I should confirm the process of how people will be managed, how competencies and cultures will be managed. And while ما إحنا شغالين بالطبيعي ان هيبقى في مشاكل، هيبقى في issues، في opportunities might rise، في change ممكن تحصل. فالستيج اللي بعد كده بت encourage trust-based issue resolution opportunity and change management process ما بين ال buyer وال supplier teams. بعد كده ببدأ أمانجي ال service delivery performance financial and asset. ببدأ أمارتر، أنا كنت حاطط targets، ببدأ أمارتر حاطط performance target، ببدأ أمارتر service delivery بتاعي ماشي ازاي، ال contract execution ماشي ازاي، ال payment status ماشي ازاي. طول ما أنا شغال لازم periodically manage risks، لازم أتأكد من ال compliance legal and regulatory requirement. ده بيتم عن طريق اللي بيحصل independent audits على السبلاير، ان انا بعمل penetration test عشان اطمن ان الدنيا عندي compliant وماشية as per defined regulations. الستيج اللي بعد كده بنمانج ال information security، ودي طبعا بتبقى ماشية as per ال policies defined عند ال buyer وال supplier. ببدأ بنتين ال business continuity و disaster recovery و exit plans. لازم ال plans دي تبقى tested periodically، لأن unfortunately اللي بيحصل إن البلانز دي بتبقى created، وأول ما بنكريتها بيعمل awareness للناس عليها، وبعد كده بتتركن وتتنسي ومحدش بيعرف عنها حاجة، وممكن ما تبقاش applicable للresources اللي فيها، اتغيرت، حصل restructure، especially في الحاجات اللي هي بتستمر فترة طويلة. ف I have to maintain test routine عشان أطمن إن هي effective. I need to manage كل السيستم والبروسيسز والكومبتنسز اللي بتتعامل مع النولج. I need to analyze, track and improve business outcomes. احنا قلنا انا عندي targets وعندي monitoring بيتم على اللي بيحصل، لازم اعمل analysis performance measures دي،
وتراكت، ولو في امبروفمنت اوبورتيونيتي ببدأ اتاكل. لازم يبقى عندي كلتشر بتاعت الكونتينوس امبروفمنت والانوفيشن، مش معنى ان انا وصلت لمرحله ان دي احسن حاجه، ممكن يبقى عندي فرصه ان انا احسن. وده طبعا على كل الليفلز، البروسيس، البيزنس فانكشن، البلاتفورمز، على كل الليفلز. 4.14 انا ممكن يبقى الكيس عندي ان انا عندي تيستد سب كونتراكت، يعني سبلاير عامل سب كونتراكت، سب كونتراكت عامل سب كونتراكت، فانا I have to manage السب كونتراكتنج ده عشان اتاكد ان الكونتريبيوشن بتاعه effective و efficient و compliant، ما يعمليش مشاكل. managing stakeholder needs و perception دي طبعا في كل الفيزز اساسيه. لازم يحصل عندي periodic contract reviews and benchmarking. فاكرين لما كنت بقول لكم في الأول إن ممكن تبقى agreement تبقى لها فترة طويلة قوي والناس شغالة ومش بتريفيزيت الكونتراكت، لا it should be revisited at least annually. benchmarking أنا ممكن أبنشمارك ال prices اللي offered by a supplier ده versus ال competitors بتوعه أشوف أنا فين. last stage is to plan for termination horizon. أنا هقفل ال arrangement دي ازاي؟ هل ه renew ولا هترميت ولا هرجعها تاني ان هاوس ولا هعمل ريتندر؟ ببدأ بلان في المرحلة دي. طيب احنا كده خلصنا الفيزز والستيجز، كل الفيز الستيجز اللي بتتم فيها. لو انا دخلت وابتديت احاول اطبق الستاندرد دي وعايز الاورجنايزيشن بتاعتي تبقى اكريديتد، لان ده طبعا هيديني بزنس اوبورتيونيتي عالية. أنا بستعب الأورجنايزيشن إن هي بتفولو الجلوبال سورسنج ستاندرد، ده هيديها أوبورتيونيتي كويسة أوي لو هي عايزة تأثر الماركت بتاع الأوت سورس. طب بعد ما أطبق البراكتسز ستيجز أعمل إيه عشان أبقى أكريديتد؟ الستبس بتقول إن أول حاجة بعملها سورسنج لايف سايكل، لايف سايكل أسسمنت ليفل 0 و 1. دي أونلاين أسسمنت كويشنير موجود على الويب سايت بتاع جي اس اي، ما بياخدش وقت كبير، يعني بياخد حوالي نص ساعة، وبيطلع لك في النهاية ريبورت بيبعت لك على كل الستيجز الماتيوريتي ليفل بتاعتك فيها ايه، هل انت ماشي كويس ولا محتاج امبروف. بتاخد الريبورت ده وبتبدأ تشتغل عليه، تبدأ تشتغل على الارياز الويك عندك، تبدأ تحسن فيها لغاية ما تحس ان انت ريدي. بتبدأ تكوميونيكيت مع شي اس اي، تقول لهم انا عايز اعمل اكريديتيشن ريدنس اسسمنت. بيطلبوا منك بعض الافيدنسز عشان يطمنوا. بتتراجع ان دبس، ممكن يبقى في كايند اوف انترفيوز، اسئله في الدوكيومنتس بروفايدد علشان يشوفوا هاو فار انت من الريكويرمنتس بتاعت الستاندرد. وبرده بيطلع لك ريبورت بالويكنسز تقدر تنفذ عليه. الستيب اللي بعد كده performance improvement program تقدر تشتغل عليه لوحدك او مع consultant او مع جي اس اي accredited partner، يشتغل معاك على ال weaknesses دي لغاية ما تفولفيل ات اول to go for جي اس اي accreditation audit. ده ال final stage، ال formal stage اللي بتaccredit ال organization بتاعتك اذا كانت competent ولا excellent. طب هل في سورسنج او في ستاندرد تانية افيلابل في الماركت ممكن تساعدني في الموضوع ده؟ الحقيقة في اكتر من ستاندرد. انا عندي سي ام ام اي فور اكوزيشن، دي بتغطي الباير سايد اورجانيزيشن. عندي سي ام ام اي ديفلوبمنت وسيرفيس وايتم، دول بيغطوا السبلاير سايد، دول فور هاو تو. فور اكزامبل لو انا السبلاير بتاعي بيعمل سوفت وير ديفلوب، يعني هيديني سوفت وير ابلكيشن يقدر ينفذ باستخدام السي ام ام اي ديفلوب. لو بيقدم لي سيرفيس ايا كانت طبيعتها ممكن يكون فور سي ام ام اي فور سيرفيس. لو هي اي تي سيرفيس ممكن يكون فور اي تي. فور استابليشنج الجفرنس فريم ورك اي كان ريفير تو كومنت.
والايزو 37500 دي الايزو الخاصه بالسورس براكتسز، برضو اقدر استخدمها فور سيرتيفيكيشن. انا كده خلصت، لو في اي اسئله نبدا نشوفها. هو في question يا جماعة بيقول how to make sure of outsourcing service quality in supplier selection with the same proposal. الحقيقة أنا مش متخيلة يعني إيه same proposal، يعني multiple suppliers مقدمين same proposals. ممكن دي تبقى في حالة ال products available، بس at least هيبقى في differentiation في ال price. لو أنت بتشتري حاجة ready made زي فور اكزامبل انت بتعمل بتاكوير ابلكيشن زي مثلا اوراكل اي بيزنس سويت، فالتو سبلايرز بيوفروا ذا سيم برودكت، بس ممكن تبقى في ديفرنشيشن فور اكزامبل في الامبلمنتيشن ميثودولوجي، في السكيلز بتاعت الريسورسز هنا وهنا، انما يبقى هما كومبليتلي ايدنتيكال، مش قادره اتخيل حاجه زي كده الحقيقه. There is another question. There is a contradiction between two issues, which is I outsource function, which is not part of my core business. On the other hand, I should have the competences to control the supplier. Actually, it's not a contradiction. You control supplier from fulfilling requirement perspective and compliance to the agreement that you established with the supplier. It really needs a level of management skills, communication skills, but you don't need to be fully aware of the technicalities. You may have an overview of the technicalities, but you don't have to be an expert. For example, if you outsource HR recruitment function, you don't need to be fully aware of the sources to collect CV, the screening of the CVs, the planning for the interviews, and so on. So, but you need to monitor does the supplier bring you qualified calibers in the time frame you need. As per the agreement you established with the supplier. About availing the webinar for later use, yes, it will be available on our website. And I guess we will send you the link to be able to access the webinar material. I think this is the last question. I would like to thank you all for انتوا استحملتوا صوتي وقعدتوا معانا الوقت كله. I hope انتوا تكونوا استفدتوا من الويبينار. Thank you very much. السلام عليكم.